أكثر من هذه الفاكهة معنا الدكتورة أسماء زريول، أخصائية في التغذية والحمية. صباح الخير أسماء. صباح النور. أش خبرك؟ لبس عليك. الله يبارك فيك. الحمد لله. بداية أسماء، بغينا نعرفوا فوائد هذه الفاكهة على جسم الإنسان. بالنسبة للفوائد ديالها، فغتأتلينا من خلال معرفة ديال التركيبة ديالها. فكل 100 غرام من هذه الفاكهة هذه اللي هي في شكل ديالها كتشبه المطيشة، يعني في شكل ديالها وحتى في البعض من مكوناتها. فمية غرام من هذه الفاكهة كتعطينا 127 كيلو كالوري. نعم. وهي واحد الكمية اللي يعني ما متوسطة، يعني كفاكهة كتبقى في حدود المتوسط في السعرات الحرارية. نعم. كتعطينا أيضا البوتاسيوم بنسبة مهمة جدا، يعني دي في كل 100 غرام كنلقاو 300 ميلي غرام. نعم. وكنلقاو السكريات تقريبا 34 غرام كل 100 غرام. نعم. عندنا ايضا بالنسبه للفيتامين سي، فهي مصدر كبير ومهم للفيتامين سي، بحيث ان 100 غرام منها كتعطينا 60 ميلي غرام تقريبا، وايضا مصدر الحديد. وبما انها مصدر الفيتامين سي ومصدر الحديد، فهي مناسبه لهذا الفصل ديال الشتاء اللي كنحتاجوا فيه الفيتامين سي. نعم. باش يقوي المناعه ويمنع علينا الاصابه بالامراض اللي ديال هذا الفصل هذا. نعم تمام. كذلك هي مصدر ديال الكالسيوم ومصدر ديال مضادات الاكسده من نوع ديال ليكوبين، بحال اللي كنلقاو في مطيشه الكاروتينويد اللي كيعطينا الفيتامين ا واللي كيحمي العينين، وايضا يعني فيها الياف بكميات اللي هي مهمه. كل 100 غرام كنلقاو 3.6، وكاين نوع ديال البيكتين اللي كيحمي يعني عنده دور مهم في تخفيض نسبة الكوليسترول والحفاظ على القلب والشرايين. فلاحظي معايا هاد المكونات الغنية هذه والتركيز اللي هو أيضا مهم، فهي كتحمي كتكون مهمة للتخفيض من نسبة الكوليسترول، ولهذا لازم ناكلها من الأفضل بالقشرة ديالها، وخاصة تكون طينية لأن هذيك القشرة ديالها هي اللي غنية بالألياف الغذائية. كذلك عندنا الفيتامين سي. نعم. كيكون مهم، فإلا خدينا غير وحدة دابا في النهار، إلا خدينا وحدة في النهار كنكونوا وحدة متوسطة كنكونوا خدينا ما يكفي من الفيتامين سي خلال اليوم. فلاحظي معايا. نعم. كذلك عندها دور مهم كيف ما قلتي يعني في الحماية ديال الشعر، علاش كتمنع تساقط الشعر وكتخليه بحالة جيدة؟ لأنها غنية بمضادات الأكسدة وغنية بالفيتامين سي، وهذا كلهم كيعيدوا يعني تجديد الخلايا ديال الجسم ديالنا. نعم تماما. كنسمعوا أن هاد فاكهة ديال الكاكي أيضا كتحافظ على صحة قلب الإنسان وكتقلل الإصابة من النوبات القلبية، والصحيحة هاد المعلومة؟ نعم، هاد المسألة هادي كتكون صحيحة إذا خديناها مثلا بانتظام. نعم. كمية اللي هي قليلة، لأنها كيف ما شفنا أنها واحد الفاكهة اللي حلوة. نعم. واخا فيها سكريات ولكن فيها ألياف، وهذيك الألياف اللي من نوع البكتين على الخصوص هي اللي كتساعدنا في الحفاظ على القلب والشرايين. نعم. لان البكتين في الجهاز الهضمي كيتحول المواد اللي هي مهمه يعني لتخفيض الكوليسترول. ملي كنتكلموا على تخفيض الكوليسترول، لا راه حنا كنتكلموا على الحفاظ على القلب والشرايين ايضا. نعم نعم واضح. مجموعه من الاخصائيين كينصحوا دكتور اسماء بمرضى الجهاز الهضمي بتناول هذه الفاكهه نظرا لاعتبارها من افضل المطهرات للامعاء، وكتقوي جدار المعده وكتحميها من الالتهابات. واش من نظرك فاكهه بسيطه قادره على هذا الشيء كامل؟ بطبيعه الحال، فبالنسبه للفوائد ديالها على الجهاز الهضمي كنلقاو انها مفيده ليه، من ناحيه انها كتنقي الجهاز الهضمي لانها كتمنع الانسداد، وبالتالي كتخلي الجهاز الهضمي دائما يتخلص من الفضلات ديالو بطريقه افضل. كذلك بالنسبه للمعده وهذا، فهي الى لاحظنا ان هذيك المذاق ديال هاد الكاكي، المذاق ديال القشره ديالو على الخصوص، كتلقاي واحد الماده بحال قابضه كتقوي القشره ديالها. فهذيك الماده هي اللي كتكون مسؤوله على تقويه ايضا الجهاز الهضمي، وبصفه عامه
جميع الأغذية اللي هي غنية بالألياف كتكون مهمة للجهاز العظمي. من هذا يعني الآن اللي كيسمعونا وكيعانيو من الإنفاك كنصحوهم أنهم يتناولوا هاد الفاكهة هذه وتكون طيبة بالحق، يعني يخليوها طيبة باش نعرفوا أنها صالحة للأكل. خاصنا نشدوها نلقاوها بحشكة ديال مطيشة الصباح، نعم مش هذيك اللي قاصحة، اللي قاصحة حتى الاستهلاك ديالها تيكون شي شوية المذاق ديالها ما تيكونش يعني حلو بزاف. قد ما بقات حلوة قد ما طالت شي شوية قد ما كتزيد تحلى، ولكن المرضى ديال السكري ما كنسموهاش تناولها. نعم نعم كتكون حيت فيها نسبة سكريات كثيرة كتكون حلوة. فيها نسبة سكريات غير هو هذيك نسبة السكريات كتزيد قد ما طالت قد ما صبحت، يعني قد ما طابت هذيك الفاكهة قد ما كتزيد الحلاوة ديالها. النماتيوريتا قد ما كتزيد الحلاوة. نعم. حتى لو مريض السكري خصوصا بالنسبة للأطفال ما كنبغوش نحرموهم، حتى لو كانت لو بغاو ياخذوها ياخذوا مثلا واحد الحبة صغيرة نعم ديالها وتكون بقى يعني بقى شويه قاطحه مازال ما طابتش بزاف، كيكون نعم كيكونوا دوك الالياف مازال فيها وكيكون حتى دوك السكريات ما تحولوش السكريات اللي هي بسيطه ممكن ترفع من السكري في الجسم. نعم شكرا لك دكتوره اسماء الزري والاخصائيه في التغذيه والحميه بالرباط. مستمعينا